الراديو 90-90 هواها مصر. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو دكتور عاصم زهران، استشاري علاج ضعف الابصار والمياه البيضاء، واحد من اكثر المهتمين بملف السياحه العلاجيه اللي احنا بنحاول نشتغل عليه. كان روس فكرتنا، احنا كمان كنا من اسبوعين كان عندنا برضو نجاحات في علاج وعمليات الكبد، يعني مش بس بقى علاج الكبد وفيروس سي، لا العمليات بقى. بنخش بقى برضو عندنا مركز محترم جدا في المنصوره، كل القائمين كان عليه كانوا منورنا في حال بلدنا. اخو مجموعه من الرسائل كده دكتور، بس عشان ما نبعدش عن صحابنا، انا محمد مودي بحب القناه دي جدا، ربنا يخليك، مساء الفل على حضرتك، ربنا يخليك وبيرحب بالدكتور. عندنا برضو استاذ احمد، بعد اذنك، هل يوجد علاج جذري ونهائي للقرنيه المخروطيه؟ عندنا علاجات كتير قوي على حسب المرحله بتاعتها تحديدا. واضح انه مشي في طرق من طرق العلاج اللي هو بيقولوا علاج جذري ونهائي، هي بترجع تاني او في حاجه بيبقى فيها مشكله؟ لا، هي القرنيه المخروطيه دي بيبقى فيه ضعف في جدار قرنيه العين، وبتبدا تتراحل مع الوقت والحاله بتسوء. لو المرحله لسه بادئه بتعمل حاجه اسمها تثبيت كيميائي بيقوي الجدار بتاع القرنيه، وده بيبقى حل لما يكون لسه بدري. الموضوع متطور اكتر، في حاجه اسمها زراعه دعامات داخل قرنيه بالفيمتو ليزر، تمام، دي بتجيب نتائج هايله وبتعمل معاها على حسب السن يا تثبيت يا لا. المرحله اللي بعد كده متاخره قوي، اللي هي ممكن بقى انه وصل الى ان بدا يبقى في عتمات في القرنيه، بس ساعتها ما قدموش غير زراعه قرنيه، ودي بتتعامل برضو دلوقتي بالفيمتو ليزر بدقه شديده جدا، ان درجه الابصار في خلال ايام بترجع طبيعيه. يعني ده يعني ليها بقى عندك كذا مرحله، بس كل وقت معتمد على التكنولوجيا العاليه على فكره. تمام، مساء الفل عليك يا ابو حميد، الحلقه هايله النهارده، ربنا يخليك. ده استاذ احمد، عايز اعرف حل بجد يا احمد لموضوع التكاتك، بعت لك قبل كده، يا ريت لو هيبقى في حملات النهارده تنوه علينا وترد علينا بكره، احنا بكره اجازه ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله نرجع لك بكره اجازه. ده امام مختار زميلتنا العزيزه، مساء الفل طبعا لاحلى ايمان، عندها النهارده بكره اجازه، نشوف عندها تعمل لنا ايه في الاجازه. نرجع للمبادره المحترمه جدا اللي حضرتك طرحتها، وهي مبادره السياحة العلاجية، هنعمل ايه؟ احنا بادئين اول، بس انا معاكم معاكم احمد خيري، معاكم وسيلة اعلامية، احنا بادئين باول حاجة اللي هي كشهر للسياحة والفيمتو ليزك، وده احنا خدنا اوفر من شركة بوش هاملوم ان يبقى نوصل ل50% من الكوست، واللي هيشارك في الشهر ده، احنا اكتر من مركز، اللي جاي من كل مركز اللي هو الاكثر شهرة على مستوى العالم، تمام، الناس اللي حطت قواعد الليزك، الدكاتره اللي حطوا قواعد الليزك، امثال دكتور شريف حلمي، استاذ دكتور محمود اسماعيل، دكتور اسامه ابراهيم، دول هنتجمع في الشهر ده، حطوا قواعد الليزك على مستوى العالم، هم دول اللي حطوا القواعد من سنه 91، تمام، على فكره على اساس حتى لما بتنزل بالشهر ده وتقول انا من فلان وفلان وفلان وفلان، دول ثقل، لازم نستغل الناس دي في الفتره دي، انك تبدا تعمل بوش، يعني الناس تبدا تيجي وتعرف ان في كذا، ونفكر الناس بره، لان ده بتعمل في ان احنا موجودين، ودي دكاترتنا، الناس دي خلي بالكم، الناس دي اللي عامله كذا، فلان ده اللي عمل اعلى معدل في العالم في كذا، فلان ده اللي عمل في كذا، نبدا اعلاميا بنعرف الناس، بس احنا بنشتغل عن طريق السوشيال ميديا، احنا ما عندناش الامكانيات بتاعه التلفزيون او كذا او كذا، دي مش متاحه لنا حاليا، فبنعرف الناس ان دول الناس اللي حطوا قواعد الليزك، لا ما عندناش امكانيات مسؤولين يدعموا ده، احنا بنتكلم احنا ايه تحديدا في المجلس الاعلى للسياحه، احنا بس انا متفائل بالمجلس ده، لان سياده الرئيس دخل فيه، يعني بدا هيهتم بيه، هيبقى هو المسؤول عن الموضوع ده، بس لازم حد يقول له الرؤيه ايه، يعني هو يعني الرئيس يعني ما شاء الله هو يعني هو عنده رؤيه واسعه وبيعمل حاجات جامده قوي، انا بطمن الصراحه ما يمسك حاجه، يعني هنشتغل فيها، بس فعلا عنده رؤيه، طرح الرؤيه بقى دي، بس عايز ناس شغاله معاه عندها رؤيه، مش موظفين بتتكلم بقى على الجهات المعنيه اللي بقى هي وزاره السياحه او وزاره الصحه، مش مدير عمل ده، انا جاي وزير في الحته الفلانيه، مش جاي عشان ادير بس، ما هو ممكن وكيل وزاره ده اللي هو بيدير الموظفين يدير، تمام، الرؤيه فين؟ هطور ازاي وهعمل ايه وهعمل هستغل الكوادر دي ازاي وهستغل نجاحاتي دي ازاي؟ عندي ايه؟ انا عندي كذا سلبي، عندي كذا ايجابي، هطلع منه بايه؟ دي عايزه رؤيه. فهنتجمع في الشهر ده باذن الله، بعدين في مركز واحد، اللي هو من امتى لامتى يا دكتور؟ من 25/4 ل 25/5 ان شاء الله. ممكن هيتباعوا بعد كده ان شاء رب العالمين شهر السياحه والفيمتو سمايل، شهر السياحه والليزك ده، يا ريت بقى الدوله اللي تعمل شهر السياحه والليزك ده، يعني يكونوا احنا ادينا لهم نموذج ان في احنا بس بنصحي بنقول يا جماعه في كذا بقى، يعني خلوا بالكم بقى، حرام بقى، يعني مصر رقم واحد في العالم في هذا الموضوع. هو العدد اللي هيجي لحضرتك من خلال الشهر ده مش هيعدي على الدوله؟ يعني مش الجوازات اللي في عدد سياح دخلوا وجايين يعملوا ايه؟ هيعرفوا ان في تسويق حصل ولا لا؟ الناس دي كلها اوريدي بيجي لها شهريا كم من السياحه العلاجيه الخارجيه الفرديه، فاحنا بس لا هل بترصد يا دكتور من خلال الدوله ان دول جم عشان سياحه علاجيه
ولا ما بيبقاش عارفين ده في قاعدة بيانات بده ان انا دخل لي 1000 سايح المره دي في 500 عشان السايح العلاجيه. ايوه يعني حاجه بتنوه لده. احنا بالنسبه لنا احنا بنقول احنا يا جماعه عاملين شهر كذا، يا ريت بقى الدوله تبدا تعمل شهر زيه في الرشاقه في كذا. طب وحاجة بتعمله عشان ده نقطه مهمه، مين الجهات اللي ممكن تساعد حضرتك؟ يعني اعتقد مثلا محتاج تذاكر طيران، هل وزاره الطيران تعاونت معاك في مثلا في ده؟ لا احنا رحنا لمصر الطيران ولهم سبونسر في الشهر ده، واللي هيتصل بينا انه جاي هنخليه يجي عن طريق مصر الطيران، يعني انا اللي هجيب له شغل مش انا اللي هجيب له شغل. تمام فاهم. قال احنا مش انترستد، يعني العدل هيجي قد ايه، احنا مش في دماغنا يعني. لا ما بقول لحضرتك احنا ايه، احنا مش هنا في القصه. احنا اولا السياحه العلاجيه في مجال ضعف الابصار، احنا كدكاتره مش احنا محتاجين وزاره السياحه، وزاره السياحه هي اللي محتاجانا، وبالتالي الدوله محتاجك. هم مش عايزيننا، الدوله بقى محتاجانا احنا وزاره السياحه. حضرتك يعني هو محتاجنا يعمل سياحه علاجيه، الدوله والشعب محتاج ده، هم مش دماغهم خلاص. احنا الشغل بتاعنا هنعمله، المبادره بتاعتنا بنعملها، يا ريت بقى يعني يبداوا يفوقوا ويعرفوا ان في تخصصات تانية غير الدفن في الرمل. وانت عندك اكتر. هو ده شغال بالصوره المناسبه؟ لا طبعا. اقول لك امثال لدول بره بتعمل ايه على عين ما لهاش اي لازمه، واما تراجعت كده مع حضرتك عرفنا ان هي مش طبيعيه فعلا. يعني نقولها عشان الناس تعرف بس الايه، لان دي الشعب المصري مخدوع فيها يعني. انا اصلا دي كانت طبيبه عالمة بيولوجية في رومانيا، في الخمسينات عملت عقار اسمه اتش 3، قالت ان ده بيجدد الشباب ومنع للشيخوخة. فرومانيا شهرت ان هي ايه، يعني اشهر مكان، يعني اشهر دولة في العالم بتتكلم في السياحة العلاجية هي دي. في مدينة اسمها انا اصلا معمولة على عين كبريتية، وراح وعلى فكرة زمايلي اللي راحوا هناك شافوا وزراء من مصر سابقين في الصحه، وزراء صحه هناك. وزراء ما شاء الله. ما حدش فكر عندنا العيون هنا. ما حدش فكر انه يعمل هذا. مدينه عايشه على عين كبريتيه. اظرف حاجه بقى ان هذه العين يعني او المدينه بتبطل شغل في الشتاء عشان العين دي بتتجمد. طبعا ده ضد تماما ان هي تبقى عين كبريتيه. طبعا هو طبيعيا العين ما تتجمدش لو هي فعلا عين كبريتيه. شوف هم خدوا شهره واحده وعملوا مدينه شهره واحده، ان دي واحده كانت اخترعت كذا من زمان، وثبت ان هو ولا ضد شيخوخه مش ضد شيخوخه، بس كان ايامها كده بروباجندا سوقوا بيها شطار، سوقوا ولا عنده عين ولا عنده بتاع ولا عنده الكفاءه، بس هو عنده حاجه وسوق بيها في الهواء. وبقول لك كان بيروحها يعني وزراء صحه مصريين ما فكروش يعملوا ان هو يقترح فكره. ممكن ما كانش عنده المعلومه ان عنده عيون كبريتيه او عنده حاجه هنا. ممكن وارد. ممكن ان دكتور عاصم تنورتنا، الحلقه ساعه عدت معاك، ولكن الملف ده مش هتقفل، الملف ده مفتوح عندنا دايما. السياحه العلاجيه بكل انواعها، جبنا نماذج مشرفه لعلاج الكبد وعمليات الكبد في المنصوره، جبنا دكتور عاصم بخصوص ضعف الابصار والمياه البيضاء والفيمتو سمايل والفيمتو ليزك ونماذج كتير جدا، وعنده مبادره مهمه جدا هنحاول نتابعها كمان الفتره اللي جايه، ويا رب كل وسائل العالم كمان تهتم بمثل هذه مبادرات، لان هي الدوله اللي هتستفيد في الاخر. دكتور عاصم زهران استشاري علاج ضعف الابصار والمياه البيضاء، نورت الراديو 90 سنه. الله يخليكم سياحه. خلصت حلقتنا النهارده، ولكن ملفاتنا دايما مفتوحه، هنرجع لكم يوم الثلاث ان شاء الله. كل الرسائل اللي جات لنا بنقراها وبنتواصل فيها مع المسؤولين، ونحاول نرد عليكم ان شاء الله يوم الثلاث في اول يوم عمل من حال بلدنا. دقايق وهتكون معانا زميلتنا سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.